اهلا بكم مشاهدينا الكرام، فقره دنيا الجمال متجدده معاكم اسبوعيا، وبنتكلم عن كل ما هو جديد في عالم الجمال مع دكتور منير وليام لبيب، كبير جراح التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح. اخترنا النهارده موضوع يهم الناس، موضوع الحروق، يعني حروق خصوصا فروه الراس، لان كلنا متعرضين لهذه الحروق لا قدر الله. ايه خطوره هذه الحروق على فروه الراس؟ الحقيقه الخطوره بتاعت الحروق بصفه عامه، ولما نتكلم عن فروه الراس بصفه خاصه، في ثلاث نقط اساسيه. النقطه الاولانيه الصدمه العصبيه اللي ممكن تحصل، يعني لك ان تتخيلي قد ايه العنف اللي ممكن يصيب المريض نتيجه اي حرق ايا يكون مصدره. المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل في الحروق، اللي هي لو حصل فقدان لجزء من الجلد في فروه الراس، ممكن يؤدي فقدان هذا السوائل الى خلل في التوازن بالنسبه للسوائل، فقدان السوائل يبتدي يعمل له نوع معين من الهبوط، الضغط بتاعه ينزل، النبض يزيد جدا جدا، او في بعض الحالات النبض بيقل لو الحاله خطيره جدا، وهكذا. المشكله الثالثه اللي هو الخلل في التوازن الايوني، فقدان السوائل حاجه اللي بينتج من فقدان الجلد، وخلل التوازن الايوني حاجه ثانيه، الخلايا جواها بعض الايونات اشهرها الصوديوم، وبرها بعض الايونات اشهرها البوتاسيوم، بيحصل خلل ما بين الصوديوم والبوتاسيوم، طبعا معاهم مغنيس ومغنيسيوم وكالسيوم وحاجات زي كده. هذا الخلل في التوازن الايوني دي مشكله كبيره جدا، تلاقي خلل في معظم وظائف الجسم بالنسبه للانسان. فدول الثلاث مشاكل الاساسيه اللي ممكن تحتج من حروق فروه الراس. ايه انواع حروق فروه الراس، وايه مدى تاثيرها على الفروه نفسها؟ بص يا سيادتك، انواع حروق فروه الراس دي مشكله كبيره قوي، انواع كتيره جدا. يعني بدايه ممكن حرق ناتج عن نار، لهب، واحد دخل في مجال فيه نار بقت الدنيا، ده نوع من الحروق. في حرق تاني ممكن ينتج عن مواد كيميائيه، سواء كانت ماده كاويه زي الصودا الكاويه، او ماده زي ميه النار حمضيه، وهكذا. ممكن حرق ناتج عن استنشاق اللهب اللي موجود، ممكن حرق ناتج عن تيار كهربائي دخل في فروه الراس او طلع من فروه الراس. ممكن حرق ناتج عن اشعاع، واحد في مكان حصل انفجار فيه ايا يكون نوع الانفجار ده، ذري نووي حاجه زي كده وعمل حرق، وهكذا. ففي انواع كثيره جدا بالنسبه لهذه الحروق، وممكن عشان نعرف الخطوره ممكن نمسك كل نوع على حده. لكن برضه في نفس الوقت عايز اقول ان الحروق نسبتها في الجسم الانسان وعمقها خليني اتكلم عن نوع الحروق. عشان اتكلم عن نسبة الحروق، جسم الانسان دايما بنقول عليه قانون 9، قانون رقم 9. الرأس بتمثل 9% من الحروق في جسم الانسان، والصدر بيمثل 18، والظهر بيمثل 18، والذراعين كل ذراع بيمثل 9%، والساقين كل ساق بتمثل 18%، والمنطقة التناسلية بتمثل 1%. فاحنا لما نيجي نحسب النسبة، مثلا في حرق في فروه الراس بس ممكن يكون 3% 4%، ممكن حرق في فروه الراس داخل على الصدر يوصل 8% 9%، هنا بنقدر نقول النسبه كام والحرق ماسك كام. زي ما احنا شايفين على الشاشه، ده حرق ناتج عن النار على طول لهب، وده واضح ان هو خد جزء من فروه الراس واخد جزء من الاذن، ده حرق يمثل 2% بالنسبه لنسبه الحروق، لو كان المنطقه اللي قدامنا بس هي المحروقه، لكن ممكن يكون مصاحب عليه حرق في الدراع، حرق في الصدر، حرق في الظهر، وهكذا. طيب ده معنى ايه يا دكتور؟ ان احنا عندنا اسباب كتير لحرق فروه الراس، هل درجه حرق فروه الراس او ان احنا نقدر نزرع الشعر بعد كده او ان الشعر ينبت من جديد بتختلف من حاله لاخرى؟ اكيد بتختلف من حاله لاخرى، على حسب ايه؟ نسبه الحرق كام؟ واخد قد ايه من فروه الراس؟ فعمق الحرق واخد قد ايه؟ هل هو من الدرجه الاولى او من الدرجه الثانيه او من الدرجه الثالثه؟ المادة اللي سببت الحرق هل هي عبارة عن نار لهب ولا سائل عميق ولا حاجة زي كده، وهكذا. فالحروق دي بتاخد معايا درجات وبتاخد معايا أنواع على حسب العمق، على حسب النسبة، على حسب الانتشار، على حسب نوع الحرق، المادة المسببة للحرق. طبعا احنا عندنا مشاكل في طريقة الإسعافات الأولية في البيت لما بنتعرض لأي حرق، في بيتجه للتلج وفي بيتجه لمعجون الأسنان، الصح يا دكتور؟ لا، الصح في كافة أنواع الحروق إن احنا نستخدم التلج أو المية السائلة. يعني مثلا لما نيجي نمسك حرق ناتج عن مية سخنة، أول حاجة نعملها هي المية ساقعة أو التلج. لما نمسك حرق ناتج عن مادة كيميائية،
اول حاجه نعملها في حرق ناتج عن ماده كيميائيه ان احنا نستخدم الميه الموجوده في البيت ونستخدمها، دي بتقلل نسبه كبيره جدا من التشوهات. ده احنا نستخدم هذه الماده قبل ما نفك الهدوم وقبل ما نشيل اي اشياء تعوق التعامل، لازم استخدم السائل البدري. حرق في الكهرباء هنا الكلام يختلف كتير جدا. قبل ما نلمس مريض مصاب بحرق كهربائي علينا اولا ان احنا نفصل التيار الكهربائي، لان انا ممكن اجي انقذ واحد مصاب بحرق كهربائي تكون الكهرباء موجوده اخد انا اصابه اصعب منه، وتبقى الضحيه اللي هو المنقذ اصابته اخطر من الانسان المصاب بالحرق. فهي طبعا الحرق بيتوقف على النسبه بتاعته والمكان بتاعه اللي موجود. اكيد يا دكتور في كل حاله من الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها بتختلف طرق ودرجات الاسعافات الاوليه. عايزه اعرف الحروق الناتجه عن مواد سائله زي الميه السخنه او كده، ازاي ان انا بقدر ان انا اتعامل معاها؟ وبعد كده يا دكتور بعد ما حضرتك قلت الميه الساقعه بلجأ ليه؟ الكريمات اللي في الصيدلية ولا لطبيب متخصص ولا ايه؟ لا، هي الاسعافات الاولية بتاعتي ان انا المريض بتاعي اصيب بحرق، بحاول ان انا ادفي هذا المريض، استخدم سوائل بحيث ان انا اشيل اي مادة كيميائية موجودة، ابتدي اشرب المريض لو يقدر، وحتى لو بيرجع احاول ان انا اشربه، احاول اشربه محلول ملحي ايا يكون، احاول ارفع الجزء المصاب على قد ما اقدر، وبعدين لابد ان انا انقله. لكن في حاجات مهمة جدا، على سبيل المثال الحرق الناتج عن تيار كهربائي. الحرق الناتج عن تيار كهربائي ممكن الحرق بيدخل من فروة الرأس كمكان دخول ويطلع من اي جزء تاني او ما يطلعش. او ممكن يكون فروة الرأس مكان خروج الحرق، لان الحرق بيدخل من نقطة، انا بلمس مكان تيار كهربائي فبيدخل منه الحرق وبعدين يطلع من ناحية تانية. اذا في خلال مروره مر على مركز التنفس المسؤول عن النفس، النفس بيقف. يبقى هنا المريض محتاج لتنفس صناعي. قد يكون التنفس الصناعي هو قبلة الحياة لهذا المريض المصاب بحرق كهربائي. أيضا في هذا الحرق الكهربائي التيار هو ماشي، لو مشي على مركز المسؤول عن القلب ممكن القلب يقف، تبص تلاقي المريض مفيش تنفس، المريض مات منك. هنا قد يكون المريض محتاج لتدليك خارجي أو عمليات تدليك للقلب عشان يرجع القلب ويرجع لجديد. هنا الحروق بالنسبة للتيار الكهربائي محتاج لمسعف يكون عنده خبرة والتصرف السريع. قد يكون هناك قبلة الحياة للتنفس الصناعي، قد يكون هناك التدريك الخارجي للقلب علشان يبتدي النفس يرجع وهكذا. فهنا الحقيقة التدخل الأولي هو التدخل المهم بالنسبة لهذه الحالات. نرجع لموضوعنا حروق فروة الرأس، ازاي نقدر ان احنا نرجع الشعر لشكله الطبيعي خصوصا اذا كان في حرق للشعر من اسفل او من منبت الشعر؟ هو هنا بقى دور جراحات التجميل، وده الغرض الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبه للحلقه النهارده. جراحات التجميل بتقدر تتعامل مع حروق فروه الراس بكذا طريقه. نبدا مثلا بيها على سبيل المثال الطريقه الاولى اللي هي تصغير فروه الراس. لو انا عندي في منطقه من فروه الراس فيها حرق موجود بالكامل، اقدر اتعامل مع الحرق بان انا اشيل هذا الحرق الموجود في فروه الراس وابتدي اقرب فروه الراس بحيث انه يحصل تصغير لفروه الراس. هنا دي طريقة من الطرق المقبولة اللي احنا بنقدر نتعامل معاها. بس مكان الحرق بيطلع شعر تاني؟ لا، انا بشيل مكان الحرق خالص. يعني ربنا خالق في فروة الرأس مقدرة على التمدد، فلو في عندي حرق ماسك منطقة بالكامل هنا اقدر اشيل كل هذه المنطقة واقرب الجلد اللي موجود اللي فيه شعر من قبل ومن بعد. هذا التقريب بتاع الجلد بتاع فروة الرأس يكون نتيجته ان انا اقدر اتعامل اشيل المنطقة المتليفة. دي طريقة اللي هي تصغير فروة الرأس. مثلا لو جينا نتكلم عن زرع بصيلات وزرع جذور الشعر او البيني جرافس او الميكرو جرافس، في معظم حالات الحروق في فروه الراس لا تنجح هذه الطريقه، لان انا عندي تليفات موجوده في الجلد. هذه التليفات اللي موجوده في الجلد ما تكونش نتيجتها ان انا اقدر ازرع جذر والجذر دي تبتدي تشتغل وتجيب نتيجه، لان الدم اللي داخل في هذه التليفات بيكون دم يكاد يكون مش موجود او انتهى تماما نتيجه الطبقه المتليفه، فيبقى هذه الطريقه لا تجدي. يبقى الطريقة الأولى اللي بتنفع إن أنا بصغر فروة الرأس. الطريقة الثانية اللي تنفع إن هي أعمل حاجة اسمها لف شريحة جلدية. بمعنى إيه؟ لو عندي حرق موجود في مقدمة فروة الرأس أقدر أجيب الشعر السليم اللي موجود في الجنب وألفه لقدام بحيث يغطي المنطقة. أغير اتجاهها. أغير اتجاهها بحيث إن أنا أقدر أعمل منبت للشعر موجود من الأمام، وطبعًا المنطقة الأمامية اللي فيها التليف أقدر أتخلص منها.
والمنطقه الجانبيه اقدر اقفلها بطريقه تجميليه بحتى وانتهت المشكله. يبقى دي الطريقه الثانيه اللي ممكن تنجح في هذه الحالات. الطريقه الثالثه اللي هي ممكن تنجح في هذه الحالات اللي هي استخدام ما يسمى بممددات الانسجه. ايه ممددات الانسجه؟ دي عباره عن اجهزه احنا بنستخدم هذه الاجهزه، قد تكون دائريه، قد تكون على هيئه مثلثات او هلال او متوازي هلاليه الشكل او دائريه الشكل او متوازي مستطيلات. يمكن هنا دي الطريقه اللي بنعرضها قدامنا، دي طريقه لف شريحه من فرط الراس. الراجل عنده المنطقه الاماميه فاضيه، فكون النتيجه ان انا باخد حته من الجنب والفها بالكامل من قدام. هنا بيبقى الانسان مستعجل، مش محتاج لعمليه كبيره في وقت كبير، محتاج يدوب ان هو يعمل تنبيت للشعر، الشعر يطول يقدر يغطي له المنطقه الخلفيه. هنا يقدر هذا الشعر اللي يطلع يقدر يغطي لي فروه الراس ويبتعد. دي الطريقه اللي قدامنا اللي احنا عارضينها، طريقه لف الشرايح. الطريقه اللي بعد كده الاخيره اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي طريقه الممددات الانسجه، زي ما قلنا بنجيب هذا الجهاز سواء كان الكروي او الهلالي او لهيئه متوازي المستطيلات، وبنزرعه في الاماكن اللي فيها شعر ونعمل له تمدد. ودي ميزه ربنا خالقها في الشعر برضو، ان يقدر الجلد بتاع فروه الراس الطبقه الالاستيكيه اللي موجوده فيها تتمدد معايا وتاخد الحجم الكبير اللي انا عايزه. وبعد كده اعمل عمليه ثانيه، اشيل هذا الجهاز وارجع الجلد المتمدد، بتكون من اجمل العمليات الحقيقه. ويمكن احنا استفدنا منها في حالات الصلع الصعبه جدا، ممكن نستخدم ممددات انسجه ونمدد فروه الراس ونرجع نشيل الطبقه اللي فيها الصلع ونمدد الجلد نرجعه للوضع الطبيعي، وتدي نسبة نجاح عالية جدا تقرب من ان الشعر يكاد يكون يرجع للوضع الطبيعي بالنسبة لي. طيب يا دكتور، لو ان الشعر اتحرق نتيجة استخدام اللي هو الكيراتين او البروتين او البيبيليس بطريقة غلط، ازاي بيتم التعامل مع الشعراية؟ هو الحقيقة في البداية استخدام الكيراتين او يعني شوفي موضة ماشية سواء كانت كيراتين او بروتين او كولاجين او كلام زي كده. طبعا انا قبل كده حذرت ولازلت بحذر ان هذا الكيراتين في ماده الفورمالدهايد دي ليها مخاطر كتيره جدا، وبالذات لو استخدمت في البنات. الخطر الاولاني هي منتجات بيعلنوا عنها، عشان برضو يبقى احنا بنقول الايجاب والسلب، يقولوا ان هذا المنتج من بلد، يعني اي بلد معروفه بهذا المنتج، وفي نفس الوقت هو خالي من الفورمالين. سيادتك قلت بيعلنوا عنه، كانوا بيقولوا عنه هو فعلا خالي من الفورمالين، لكن مش خالي من الفورمالدهايد، ده غير ده خالص. فهذه الماده اساسا لما تيجي مع الجلد، اولا ممكن تعمل سرطان جلد، ثانيا بالنسبه للعين تعمل لي فقدان وعمى للالوان، ما اقدرش اميز الاحمر من الاخضر. اللي اخطر من كده ان هي ممكن توصل للمبيض وتعمل لي عقم في البنات. دي مشكله يعني طال شرحها، ودي حاجه معروفه ومستقره وعلى مستوى كل الهيئات العلميه، سواء كانت السي اي في اوروبا او الاف دي اي في امريكا، الكل يحذر من هذه المنتجات. فمش هنقدر نلف في اعلانات ونقول كلام زي كده. لكن انا بتكلم عن الشعر اللي سيادتك سالته السؤال ان هو اتحرق وحصل فيه حاجه زي كده. طبعا احنا محتاجين نستخدم انواع معينه من التركيبات وانواع معينه من الكريمات واللوسيونات اللي هي تبتدي تعمل طبقه واقيه بالنسبه للشعر. ما ننساش نرجع للغذاء الطبيعي بتاعنا، الخضروات الطازجه والفواكه الطازجه، علشان نمو الشعر اساسا وقوته وجماله من داخل جسم الانسان، من الاكل اللي احنا بناكله. ولو اهتمينا بالغذاء ده اللي فيه الخضروات الطازجه والفواكه الطازجه، هنقدر نحافظ على شعرنا ونرجع النضاره بتاعتنا. هنرجع للنقطه دي بس نستقبل التليفونات. صباح الخير يا استاذ محمد من المنوفيه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. الله يبارك في ساعتك. ممكن اكلم دكتور منير؟ معاك، اتفضل. الله يبارك في ساعتك يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور. حضرتك، في بنت كانت عندها سنتين وقعت في ميه بتغلي، القعده بتاعتها برجل من رجلينها يعني. فحضرتك حصل تشوه في الجلد، وبعدين عملنا لها عمليه عشان شد الجلد وترقيع، وبعدين دلوقتي حضرتك وصلت لانها برضو العمليات دي كلها ما نجحتش. هي عندها كم سنه دلوقتي؟ سنتين. يعني هي كان عندها سنتين، هي دلوقتي عندها حوالي 18 سنه حالا. 18 سنه؟ اه. طيب بس كنا عايزين نشوف، لان في عمليه عملتها من فتره صغيره وبرضه ما جابتش نتيجه يعني. هنرد عليك حالا يا استاذ محمد، وسلامتها الف سلامه. معانا استاذه فاطمه من القاهره. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. كريم. اتفضلي. بعد اذن حضرتك، انا ابني عنده حبايه في اخر ظهره، في اخر العمود الفقري كده. خد مراهم كتير وضادات حيويه، بس برضه على طول حضرتك
بتنزل فريد ودم كده على طول، ما بتخفش خالص، مش عارفه اعمل ايه، وعنده 20 سنه. ماشي. طيب هنرد عليكي، حاضر يا استاذه فاطمه وسلامته. طبعا انا سالت عشان كده، هي عندها سنتين الطفله وقعدت لغايه 18 سنه، فالفكره كلها ان العمليات ما نجحتش، وهي الحروق طبعا من الجزء الخلفي طبعا. و هو الحقيقه عايز اقول كلمه هنا، المنطقه دي مهمه جدا، لان في بعض الحالات بتوصل لغايه الشرج وممكن تتحكم في الشرج نفسه، ونبص نلاقي ان بيحصل تدمير للحقيقه الصمامات بتاعت البراز. الحقيقه الحمد لله هو ما جابش سيره حاجه زي كده، فالمساله مساله جماليه بحته من الاخر. الحاله دي بتحتاج لحاجه اسمها نقل شرايح، يعني تحتاج لفلابات مش رقعه جلديه، فمحتاجه للمناظره، وممكن المضادات الانسجه تلعب دور في علاج حاجه زي الحاله دي. محتاجين جلد يعني هي بيحصل سيادتك انه في الجلد بيهبط وعضلات بتتاكل، فبيبقى المنظر الجمالي في هبوط في هذه المنطقه لدمور هذه العضلات نتيجه الحرق او الماء اللي بتغلي اللي وقعت جواها، بتكون نتيجتها انت عايزه ترجع المنطقه دي ليها عضلات، فبتعملي حاجه اسمها نقل عضلات، فدي محتاجه للمناظره، وممكن يتعمل نقل للعضلات علشان المنظر الجمالي في هذه المنطقه يرجع للوضع الطبيعي، محتاجه للمناظره. طيب بالنسبة للأستاذة فاطمة، كلمت إن ابنها عنده حباية دايما تجيب صديد وبياخد مضادات حيوي وبرضه مفيش فرق. لا الحالة دي غالبا هتطلع، دي دايما شكوى بنسمعها كتير قوي، إن في حشرة معينة بتبقى موجودة في الجسم بتصيب منطقة المقعدة بالكامل، وللأسف الناس بتروح وتاخد علاج كده عشوائي، ده ضد الحساسية، ده ضد الهرش، ده ضد الألم وهكذا. وانا يعني انا محتاجه للمناظره، وممكن يكون هذه الحشره اللي هي مصيبه بهذه المنطقه تكون هي السبب الاساسي للاصابه والالتهابات اللي موجوده في هذه المنطقه، وطبعا العلاج بتاع هذه الحشره يفرق تماما عن ان استخدم مضادات حيويه او ان استخدم كريمات او حاجات زي كده، كل اللي بتاخده ده عباره عن مسكنات، لابد من مناظره الحاله، لان ممكن يكون العلاج ماشي في طريق والالتهاب والمرض ماشي في طريق تاني. بشكرك جدا دكتور منير وليام لبيب، كبير جراحي التجميل، والمره الجايه هنتكلم عن ايه؟ ممكن نتكلم عن حاجه زي الاورام الدمويه اللي بتصيب الجلد، والحقيقه دي هتبقى وحمات يا دكتور، الوحمات الدمويه، ودي ممكن تكون حلقه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله، بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير وليام لبيب، كبير جراح التجميل. ومشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر. We'll be right back.